انهيار منزل ببلدية بوسعادة، وفاة امرأة وإنقاذ رجل من تحت الردوم، حيث تدخلت وحدة الحماية المدنية ببوسعادة مدعومة بالوحدة الرئيسية بالسرور ووحدة عين الملح من أجل حادث انهيار منزل طابق أرضي زائد واحد وسط بلدية ودائرة بوسعادة. الحادث خلف وفاة امرأة تبلغ من العمر 43 سنة، فيما تمكنت الفرق المتدخلة من إنقاذ رجل وإخراجه على قيد الحياة من تحت الردوم، تم إسعافه ونقله إلى مستشفى بوسعادة.